وحفلة بدون ترخيص، قضية هتاخد لك فيها بالميت 5 سنين. كان نفسي أساعدك. ترخيص عشان نعمل حفلة في بيتنا؟ حلوة دي. مشروباتكم حلية وانتم مراهقين عيال صغيرة. قضية كان نفسي أساعدك. يا سيادة النقيب. عيون سيادة النقيب. احنا ما عملناش حاجة غلط. ده عيد ميلاد جيجي. عملنا لها بارتي بس. طب مش عيب تعملوا عيد ميلاد جيجي من غير ما تعزموني؟ ده حتى عيب. مش هزعل انا بقى كده ولا ايه؟ احنا كده بنهرج بقى. ثواني يا حبيبي، ثواني يا بابا بتكلم. عن اذنك يا قمر. اتفضل. اخلص البلاي بوي دوت واجيلك. الو؟ ايوه بابا. فينا ظابط عندنا في الفيلا بيقول معاه امر بتفتيش الفيلا، عمال يتنطط علينا. حاضر، اتفضل. ده بابوك؟ ايوه بابوي. الو؟ ايوه بابو. ابن حضرتك؟ يا سلام، بسم الله ما شاء الله. يا زين ما خلفت. بس يا ريت حضرتك بس تقص له شعره عشان عيب شعره طويل، احنا رجاله. ابن حضرتك هيشرف معايا في القسم، يبقى تعالى استلمه من هناك. وده بقى عشان انت اتصلت ببابوك واشتكيت له. يا رجاله. ايوه يا فندم. اجمعوا لي كل المتعلقات الشخصيه بتاعت الناس الحلوه دول. اجمعوا لي الدي جي، الساوند، عايز الحفله دي كلها في مكتبي. والباشا قلعه لي ملط ولفه لي بملايه. قلت لي جيجي بقى عندها كام سنه؟ 25. 25؟ اوه، انت بتطلع الساحل.